السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير هذا الطبق ديال الارز اللي يمكن لينا نحضروه للعشاء او الغداء. والمكونات الاساسيه اللي غنحضروا بها هذا الطبق هو الارز والخضر وايضا بعض التوابل اللي غيعطيه واحد البنه اللي يخليك ما تشبعيش منه. بسم الله وعلى بركة الله نبداو في تحضير هذا الطبق. اللي هنا عندي طنجرة الضغط، ندير فيها زيت الزيتون ما يعادل 3 ملاعق ديال زيت الزيتون او اي زيت متواجد عندك. وعندي هنايا واحد طريز تاع الثومة محكوك، وكنديرو بصلة مشلضة يعني بصل مفروم. وهنا عندي صدر الديك الرومي ومليحة وابزار. بالنسبة للبنات فالديك الرومي يمكن لك تستغني عليه، تستعملي فقط الخضر، او لا كتستعملي الدجاج يعني القشوش ديال الدجاج بحال الفخذ ولا غادوك القشوش يعني الجناح تاع الدجاج. صافي كنشحروه واحد شويه وكنزيد عليه داك خيزو اللي مقطع هكا مربعات يعني جزر مقطع مربعات، وكنشحروه وكنغطيه بالغطاء باش يطلق داك المياه ديالو يعني كيطلق الماء ديالو باش يتشحر لينا مزيان وغيدخل الطياب داك الدجاج كيدخلوا الطياب وحنا ناقصين على البوطه كي ينشف لينا من داك الماء ديالو كيجي بهذا الشكل يعني كيكون نشف. ومن بعدها كنضيفوا التوابل اللي عندي هنا نصف ملعقه صغيره ديال الكمون ونصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم يعني الكركم وسكن الجبير ايضا نصف ملعقه صغيره والتحميره. وهنا كندير واحد شويه تاع الزعفران الحر اولا كديري ملون الزعفران باش يعطيك داك اللون الصفر، وكنزيد القزبر والمعدنوس اللي كنكون مكرطاهم بهذا الشكل. صافي البنات هنا كنصوطي شويه كنحرك داك الدجاج في ديك التتبيله حتى كتدخلوا ديك التتبيله، وكنهز الدجاج ديالي اللي يمكن لك تخلي طروفه صغار يعني هنا كما كتلاحظوا راه خليت شي طروفه صغار. وموراها هنايا غنزيد دوك الخضر اللي بقاو عندي، فهنا عندي اللوبيا الخضراء اللي كنقطعها اطراف صغار، وايضا الفلفله خضراء او اللي يمكن لك تستعملي الفلفله ملونه يعني بالالوان المختلفه صفراء وحمراء، وايضا مطيشه اللي قطعتها هكايا بمكعبات. صافي البنات هادو هما الخضر اللي استعملت، وعندي ايضا يعني خيزو اللي استعملت في الاول. والروز عندي جبانيه ما عمرتش تاع الروز يعني جبانيه خاصها واحد الصباع باش تعمر. وبالنسبه للروز ضروري كنغسلو عاده كنديرو في هذه الوصفه هذه. صافي كنشحروا هاد المكونات مزيان حتى كيتشحروا لينا، وغنضيف المليحه. بالنسبه للبنات الملحه غادي نضيفها في هذه المرحله لان في الاول درت المليحه ولكن درت غير شويه باش ما يجينيش الدجاج مالح، لانني درت غير الدجاج فدرت غير المليحه اللي غادي يعني باش نملح غير الدجاج. دابا ضفت الملحه وغنضيف ايضا الماء. بالنسبه للماء كنضيفو ماء يكون ماء غليان، ونفس الجبانيه باش عبرت الروز كنعبر بها الماء. بالنسبه للماء فكنعمروا الجبانيه حتى للفوق يعني كنعمروا الجبانيه مزيان بالماء، كنديروا جوج جباب نتاع الماء يكون ماء غليان. صافي من بعدها البنات كنسدوا على هاد المكونات كاملين، كنسدوا عليهم يعني كنسدوا عليهم هاد طنجره الضغط ديال الكوكوط ديالنا كنسدوها، وكنخليوه ربع ساعه على النار تكون متوسطه. هنا كنجيب الدجاج ديالي اللي كنت هزيت كندير ليه شويه اليزير يعني اكليل الجبل، وكنضيف ايضا شويه لاموطارد والزبده. بالنسبه للبنات يمكن لكم تضيفوا الزبده اولا تضيفوا زيت الزيتون كتشحروا باش ما بغيتوا. بالنسبه ليا فشحرته بشويه الزبده، وهنا كنغطيه باش يتحمر مزيان وايضا يزيد شويه الطياب. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما طاب. بالنسبه للبنات فخد عليا 15 دقيقه، نتوما يقدر ياخذ لكم اكثر او لا اقل على حسب البوطه ديالكم. فقط كنبقاو نحركو مره كنحركو الكوكوط ديالنا، ملي كنلقاوها نشفات فكنطفيو عليه يكون نشف تماما من الماء كيجي بهذا الشكل. كما كتلاحظوا الروز كيجي هكايا كل حبه بوحدها لان السير ديالو خاصنا ضروري كنغسلوه قبل ما نطيبوه، وايضا نرغويه بالماء طايب كيجي لذيذ البنات واحد المذاق لا يقاوم. هكا بالخضره المشكله اللي يمكن لكم ايضا تضيفوا فيه البطاطس والجلبانه. فهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال اعجابكم، ما تبخلوش علينا بلي لايكات وبارطاج الفيديو باش تعم الفائده. وإلا كنتي أول مرة كتشوف لافيديو ديالي ما تنساش تشترك معنا في القناة وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس أمرا. ومع السلامة.